بالنسبة لقانون المحاماة والتعديلات التي قرأت عليه، هي تعديلات لا شك أنها كانت تمثل طموحات كبيرة للمحامين، خاصة فيما يتعلق أولا بحصانة المحامين. أضافت حصانات جديدة كثيرة للمحامين، وده كان نفاذا لنص في الدستور لما تم تعديل الدستور في باب كامل اسمه باب المحاماة في الدستور. بالنسبة للمادة 87 الخاصة بأتعاب المحاماة، وهي المادة التي تثير جدل وسط المحامين، الجدل ده يرى البعض انه بما اني أتعاب المحاماة ستحصل مقدما عند قيد الدعوة، ويرى البعض اني من الأنسب اني تتحصل بطريقة طبع دمغة، والبعض بيقول انه ليه ما يكونش في موظفين تبع النقابة يحصلوا عشان تدخل هذه الحصيلة بشكل مباشر الى خزينة النقابة ويتحقق الهدف من كده. في الواقع سواء اللي بيقولوا هذا الكلام او ذاك الاخر ما درسوش قانون المحاماة كويس، لان طريقة التحصيل منصوص عليها في المادة 88 من قانون المحاماة 17 لسنة 83. المادة 88 دي لم يتناولها التغيير، لا تعدلت ولا اتلغت، باقية كما هي. المادة 88 حددت آلية التحصيل، أن الذي يقوم بالتحصيل هي وزارة العدل عن طريق أقلام الكتاب، وليهم نسبة 5% من قيمة هذه التحصيل. يبقى الجدل هنا أصلا مش مناسب، ما ينفعش نجادل في مسألة يحكمها نص. فطريقة التحصيل منصوص عليها في المادة 88 ولا يجوز الحديث في غير ذلك. أنا سمعت حديث للنقيب العام أستاذ سامح عاشور، كان بيقول فيه إن إحنا هنعمل بروتوكول مع وزارة العدل ووزارة المالية عشان يحطوا آلية تضمن إن المال ده يودع في حساب نقابة المحامين بشكل مباشر أو بشكل سريع، عشان ما نقعدش نلف عليه مرة في وزارة المالية ومرة في وزارة العدل. ده الكلام المنطقي الصحيح اللي قاله سيادة النقيب. لكن لما أجي أقول لا طبع دمغة، لا مش عارف موظفين في النقابة، الكلام أصلا مخالف للقانون ولا يصح أن يسار على الإطلاق. فايدتها بالنسبة للمحامي التعديلات دي إنها أضافت له المزيد من الحصانة، وده أهم حاجة عند المحامي، وهو يباشر عمله أثناء عمله وبسبب عمله، أنه يكون حاسس بالأمان، أن يكون مؤمن، أن يكون محصن وهو يؤدي عمله، ودي أهم ما في الأمر. أما المسائل المالية اللي هي مسار جدل ومسار، لا يصح أن يختزل قانون المحاماة كله في المادة 87، ما ينفعش. وبعدين جميع المحامين يعلمون أن اللي بيدفع تعب المحاماة واللي بيدفع الرسوم واللي بيدفع الضريبة المضافة الموكل مش المحامي، فلا يقبل أبدا أن ينحاز المحامي لصف موكله ضد النقابة. ده هذه الكيفية اللي هتنمي حصيلة النقابة هتعود بالفائدة على المحامي.